بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء التاسع من الدرس الثاني Part 9 Chapter 2 بعنوان Drawing a Curve of Given Radius to Touch a Given Straight Lines. في الواقع في أشكال بتحتوي على زوايا حادة، هنا زاوية 90 أو هنا كمان زاوية 90، زاوية 90 يسمى بالشارب كورنر، ولكن في مجسمات ثانية بتحتوي على زوايا غير حادة، هذه زوايا غير حادة ويسمى بشارب، يسمى بالفيلت وإلا راوند. هذه الزوايا عبارة على إيه؟ عبارة على جوس كيرف أو جزء من دايرة، ده يعتبر جزء من دايرة. الجوس ده هو عبارة على جزء من دايرة. To draw the arc or this arc, we must find the location of the center of the arc. يعني محتاجين نعرف المركز بتاع الدايرة. ده أهم حاجة في هذا الجزء، هو إزاي نحدد مكان أو مركز الدايرة اللي هناخد منها الجوس بتاعنا. خلينا ناخد الحالة العامة اللي هي general case، والمعطى هو ايه؟ هو الراديوس بتاع الجوس، يعني عايزين نرسم جوس هنا مماس للخطين او تماس للخطين، وعند ايه؟ عند الار اللي هي معطى، هناخد الار مثال تساوي 25 مليمتر. عشان نرسم الجوس ده محتاجين نحدد المركز بتاع الدائرة ونقطة المماس أو التماس الأولى ونقطة التماس الثانية. يعني في ثلاث حاجات لازم نحددهم: المركز، نقطة التماس الأولى ونقطة التماس الثانية. عشان نحدد المركز بتاع الدائرة هناخد الفرجار ونفتحه فتحة A، نفتحه فتحة R. قلنا ناخد مثال الار، نعيد مرة ثانية، تساوي 25 مليمتر. هنفتح الفرجار مقدار 25 مليمتر ونركز على نقطة موجودة على الخط الأول ونرسم الجوس بتاعنا ده رقم 1. الخطوة الثانية هنجيب المثلث ونضعه بجانب الخط الأول، وبعدها هنجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، ونزيح المثلث الأول إلى أن نصل إلى التماس مع الجوس. بعد ما وصلنا للتماس مع الجوس هنرسم الخط بتاعنا ده. هنعيد نفس الخطوات بالنسبة للخط الثاني. هذا الخط الثاني بتاعنا، هنجيب الفرجار بفتحة R ونرسم الجوس بتاعنا. نجيب المثلث الأول نضعه تحت الخط الثاني، ده الخط الثاني بتاعنا. نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، وبعدها نزيح المثلث الأول إلى أن نصل إلى التماس مع الجوس اللي رسمناه، هذه نقطة التماس بتاعنا، ونرسم الخط بتاعنا الثاني، ده الخط الثاني بتاعنا. وكده اتحصلنا على إيه؟ على مركز الدايرة بتاعنا، هذا المركز بتاعنا. دي أهم نقطة في السؤال ده. باقي إيه؟ باقي نقاط التماس. عشان نحددهم نجيب المثلث ونضعه مع الخط الأول، نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، نزيح المثلث الأول إلى أن نصل إيه؟ إلى نقطة التقاطع اللي حددناها اللي هي مركز الدائرة. وكده تحصلنا على إيه؟ على نقطة التماس مع الخط الأول. دي نقطة التماس مع الخط الأول. هنعيد نفس الحاجة بالنسبة للخط الثاني. هنجيب المثلث الأول نضعه مع الخط كده، ونجيب المثلث الثاني نضعه تحت المثلث الأول، وبعدها نزيح المثلث الأول بتاعنا ده إلى أن نصل إلى المركز بتاع الدائرة، ونحدد نقطة التماس الثانية. هذه نقطة التماس الثانية،
هنسميه تي بي 2. كده ممكن نقول خلصنا. ليه؟ لأنه هنجيب الفرجار بكل بساطة ونركز في النقطة هذه ونفتح إلى نقطة التماس ونرسم القوس بتاعنا. وكده نقول خلصنا في رسم الكيرف اللي عنده ايه given radius، يعني الراديوس بتاعنا معلوم، و touch given straight lines يعني بيعمل تماس مع خط ده الاول وتماس مع الخط ايه الثاني. ده الحالة العامة اللي هي general case. خلينا ناخد الحالة الخاصة اللي هي right angle، يعني الخطين بيعملوا ايه؟ بيعملوا زاوية 90 درجة. دائما عندنا المعطى اللي هو الراديوس بتاعنا بتاع القوس اللي عايزين نرسمه، وهنا هنجيب المثلث بتاعنا او نفتح الفرجار فتحة R ونحدد النقطة هذه الاولى، بعدها نحدد النقطة الثانية بمسافة R، نفس المسافة R. بعد ما حددنا النقطتين هنجيب المثلث ونضعه على الخط الأفقي، نجيب المثلث الثاني ونضعه جنب المثلث الأول، ونزيح المثلث الأول إلى أن نصل إلى هذه النقطة ونرسم الخط بتاعنا الأفقي. نفس الخطوات هنعملها مع الخط العمودي، نجيب المثلث بتاعنا ده نضعه مع الخط العمودي، نجيب المثلث الثاني بنضعه تحت المثلث الأول، وبعدها بكل بساطة بنزيح المثلث الأول إلى أن نصل للنقطة دي ونرسم إيه؟ نرسم الخط العمودي. وكده اتحصلنا على مركز الدايرة اللي هناخد منها القوس. بعدها بكل بساطة هنركز في النقطة دي اللي هي center of the arc، ونبدأ من نقطة البداية دي اللي هي نقطة التماس مع الخط العمودي starting point إلى أن نصل إلى ending point اللي هي النقطة دي، ونرسم القوس بتاعه. وكده خلصنا رسم القوس في حالة الرايت انجل.